وشفنا الدخنة والناس كلها بلشت تركض وهيك، يعني رادع على وقت الإفطار. الله يحمي لبنان، شو بدنا نقول؟ كنا قاعدين عم نفطر، طلع الانفجار، كدنا نحن عم نركض، طلعوا كل أصحاب الأولاد المنطقة معنا، نزلنا لتحت لقينا الدنيا كلها قايمة قاعدة، لقينا إصابة كانت بالأرض، دغري أخذوها الإسعاف، حملوا حالهم وفلوا، وبلشت العالم تجي تتكاثر قد ما بدك يعني. الانفجار كنا عم نفطر على البراندة، نحن حاطين إفطار عم نفطر، وطلع الصوت القوي اللي ما معودين عليه، صرنا زمان نحن. دغري نزلنا وركضنا لنشوف اذا في ضحايا جرحى كذا نساعدهم، ما في الحمد لله طلع ما في حدا، في خير الازاز الاضرار الماديه بس. وشو بدنا نحكي، شهر رمضان احنا. وفي ظل حاله الاضطراب الامني، يؤكد مسؤولون امنيون ان الجيش وقوى الامن ياخذان اجراءات امنيه مشدده لحمايه كافه الاماكن السياحيه والاقتصاديه على كل المناطق اللبنانيه تحسبا لوقوع تفجيرات اخرى. ويرى محللون أن لبنان دخل في مسلسل تفجيرات باستهداف القطاع المصرفي بهدف ضربه والقضاء عليه، فيما قال آخرون إن الانفجار كان يستهدف بنك بلوم الذي أغلق عددا من الحسابات المصرفية التي تخص أفراد يشتبه في صلتهم بحزب الله التزاما بقانون أمريكي يستهدف تمويل الجماعات المسلحة. وبين الروايتين تبقى الحقيقة معلقة إلى أن تعلن جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير. لقي 21 مواطنا سوريا على الأقل مصرعهم، من بينهم 5 أطفال، إثر غارات جوية استهدفت سوقا شعبية في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة وحلفائها. من ناحية أخرى، شدد مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا من حصارهم لبلدة منبج، معقل تنظيم داعش الإرهابي. سقط العديد من المدنيين قتلى في غارات جوية استهدفت سوقا شعبية في مدينة إدلب بشمال غرب سوريا والخاضعة لسيطرة جبهة النصرة وحلفائها، فيما فر أكثر من 600 مدني من مدينة منبج الشمالية نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوبا. في إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، لقي أكثر من 20 مدنيا بينهم 5 أطفال مصرعهم في مجزرة نفذتها طائرات حربية على سوق شعبية في المدينة، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الغارات روسية أو للنظام السوري. وفي محافظة حلب القريبة من إدلب، شدد مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة في شمال سوريا من حصارهم لبلدة منبج، معقل تنظيم داعش، حيث علق 10,000 من المدنيين جراء القتال. وحاصرت قوات سوريا الديمقراطية، وهي جماعة ذات أغلبية كردية، البلدة بعد الاستيلاء على 10 القرى والمزارع بالقرب من الحدود التركية. وأكد مجلس منبج العسكري المنتسب لقوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليه جاهزون لتحرير منبج في الساعات القليلة المقبلة. التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية، شبابنا وقوات المجلس العسكري أصبحت على مقربة جدا جدا من محيط المدينة، وفي الساعات القادمة إن شاء الله سوف يتم اقتحام المدينة. لكن نحن السبب الرئيسي عدم اقتحام المدينة هو المدنيين الموجودين في أطراف المدينة. وطبعا الآن القيادة العسكرية والميدانية اجتمعت ووضعنا خطة لاقتحام المدينة، وساعات قليلة سوف يتم اقتحام المدينة. وتقع منبج، وهي واحدة من أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة حلب السورية، على خط الإمداد الرئيسي بين الرقة عاصمة التنظيم الفعلية وبين الحدود التركية. وفي ريف دمشق، ألقى الطيران الحربي السوري 44 برميلا متفاجرا على مدينة دارية الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أعاق لليوم الثالث توزيع المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها للمرة الأولى منذ عام 2012. تمكن الآلاف من المدنيين العراقيين من الفرار خارج مدينة الفلوجة عبر أول مسار آمن يعلنه الجيش العراقي. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش العراقي هجومه في مدينة الفلوجة، أحد معاقل تنظيم داعش، كما أحرز تقدما جديدا باتجاه مدينة الموصل الشمالية، المعقل الأساسي للتنظيم الإرهابي في العراق، تحت غطاء ضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. كانت قوات الجيش العراقي قد بدأت عملية كبيرة الشهر الماضي لاستعادة المدينة الواقعة بالقرب من العاصمة العراقية بغداد. قال خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي خلال زيارته لخط المواجهة في معركة الفلوجة التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، إن تواجد المدنيين بالفلوجة يؤخر عملية تقدم الجيش.
الموضوع المهم في هذا هو وجود المدنيين داخل المدينة والمناطق اللي تتقدم بها قطاعاتنا. هذا يشكل تحدي كبير، لأن الحفاظ على المدنيين أصبح يثقل كاهل القوات الأمنية أكثر حتى من المعركة تحديدا، وهذا ما ذكره الإخوان القادة، وأنا أتفق وياهم لأنه فعلا هدفنا احنا تحرير الفلوجة. يبدأ اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث فيها الوضع الإقليمي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. تأتي زيارة ولي العهد الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع على وقع التوتر في العلاقات بين الرياض وواشنطن منذ التقارب التاريخي الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إبرام اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي. قتل اثنان من عناصر تنظيم القاعدة وأصيب ثالث في اليمن إثر غارة للطائرة بدون طيار لطائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارتهما في مديرية جبان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن. من ناحية أخرى، ذكر مصدر أمني في مدينة عدن أن ضابطا في مديرية البحث الجنائي بمديرية الشيخ عثمان أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته مساء أمس. وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتحي في مؤتمر صحفي عقده في عدن إن هناك 113 شهيدا يسقطون يوميا على أيدي ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية من بينهم 8 أطفال. وقال عبد الرقيب فتح إن 21 مليون يمني بحاجة ماسة للإغاثة العاجلة، مشيرا إلى أن الحرب التي قادتها الميليشيات الحوثية خلفت أكثر من 6400 شهيد وأكثر من 31,000 جريح. قالت تقارير صحفية إن رجال حرس السواحل الإيطاليين تمكنوا من إنقاذ 2578 مهاجرا أمام سواحل مدينة صقلية خلال 20 عملية منفصلة. يذكر أن أكثر من 48,000 مهاجر معظمهم من إفريقيا بجنوب الصحراء كانوا قد وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو عدد يكاد يناهز ما سجل العام الماضي. حيت الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب آلاف الأشخاص الذين اصطفوا في طريق ذا مول المؤدي إلى قصر باكنغهام بالعاصمة لندن لمشاهدة ركب الملكي البريطاني في ختام فعاليات احتفالية استمرت 3 أيام بعيد ميلاد الملكة الرسمي 90. وحرص أعضاء الأسرة الملكية على تحية المحتفلين بعيد ميلاد الملكة، حيث تواجد ولي عهد المملكة المتحدة الأمير ويليام وزوجته كيت وشقيقه الأمير هاري لتحية المواطنين ومصافحتهم. ختام نشرتنا الإخبارية تذكير بأهم عناوينها. جهود مكافحة الإرهاب وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات وزير الخارجية اليوم مع نظيره البرتغالي. أوباما يصف حادث أورلاندو الذي أودى بحياة 50 شخصا بأنه عمل إرهابي ينم عن الكراهية، وترامب يطالبه بالتنحي في محاولة لاستغلال الحادث لتحقيق مكاسب انتخابية. مجلس النواب الليبي يعقد جلسة اليوم لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. هذا هو ختام نشرتنا لهذه الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.